السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على آدم والناس، وين دخل في الدقيقة 75، وين كان عنده دخول تاعو اللي كان إيجابي بعد ما كان النادي تاعو منهزم بهدفين لهدف. دخول تاعو اللي كان إيجابي وين لعب بطريقة، نشوف كيما نقولوا لعب طريقة، يعني طريقة مثالية، لعب جوكر بمعنى كلمة. الوقت اللي دخل فيه المدرب كي تشوف سباليتي كي دخله باش يقاليزي، دخله باش ينقذه. مالغري انا ما نكذبش عليكم، شوف مكاش اسلام مكاش ادم والناس، والله ما تفرجتها. عيط لي قالوا ادم والناس دخل، تك فرش على ادم والناس، يعني وين دخل وين خلوض الدفاع يا ودي. وهي هذه اللقطه يا جماعه، واحد اللقطه يا ودي على بالك تضربوه طيحوه، تضربوه تشدوه طيحوه. فركتهم فركت الغاشي فركتهم تحسب طلق عليهم السم تاع كي هربوا ولا فركتهم. يا مي يدخل وسط اللعابه تحسب ميسي نص ميسي نص نص مارادونا، نص ميسي نص مارادونا. انا راسي راه داير على سباليتي ما دخلوش دونتري، على سباليتي ما دخلوش دونتري، يعني دونتري نورمالمون سباليتي والله العظيم ما فهمتش انا دخلها في 75. بغيتها من 60 دقيقه وروح تشوف يكون عنده الوقت. مالغري دخل في وقت ضيق ودخل منهزمين، بصح عرف كيفاش يعني وين يكون السم القاتل في دفاع لايستر سيتي، في دفاع لايستر سيتي. الله يجعل ربي يستره برك. هذا مكان وين جاتنا تقييم ادم والناس ضد لايستر سيتي اليوم، وين فرض فريق نابولي تعادل على نظيره لايستر سيتي بنتيجه هدفين لهدفين في الجوله الاولى من الدور المجموعات بالدور الاوروبي على ملعب، يعني الملعب لايستر سيتي. وشارك ادم والناس كلاعب بديل في 15 دقيقه من المباراه، لكنه حصل على تقييم اي على بال كل عب. انا تبالي هذا الطفل والله العظيم ولعب 90 دقيقة، بالك غادي يدي 9.99. اي بنادم دخل ربع ساعة برك، دخل ربع ساعة، اي ربع ساعة داو 6.7. الناس كاللي لعبوا ماتش كومبلي اديو 5-5. اي والله العظيم لعب ربع ساعة طاوه تقييم تاع 6.7/10. اي تخيلوا هذا اللعاب كل لعب يا ودي كل لعب غير من 60 دقيقة وروحك غادي يدي 8. اي من 60 دقيقة والله لا يمسي. ولا كل لعب ميتو كان غادي يدي 9. وكون دخل على بالك على حسب اللعب اللي تشتها لعب في ربع ساعة، تفرجت ربع ساعة بركة، أمنوني بالله لربع ساعة، نابولي تفرجت فيها ربع ساعة، هذا مكة، نابولي تفرجت فيها ربع ساعة، والله العظيم، ودخل غير دوزيام ميترو ديريكت، كان غادي نابولي تربح 3-2، كان غادي تربح. ايوا باش يكون في عندكم. اي انا بيهبلني، انا غادي نهبل هذا البنادم، غادي يهبلني على بالك مراوا اي لي تريب لي عنده يا رب العالي. تقول دير لها اللصقه في كراعه سي محمد، تقول دير لها اللصقه تاع الفيران في كراعه سي محمد، والله اللصقه تاع فيران دير، تقول البوله دير لها اللصقه تاع فيران في كراعه. الطيب هذاك تاع ارتيتا يكره الاخر، ارتي نهار اللي لعبوا كونزولو ولا يضحك عليه قال لهم لا راه بلاصه الله غادي يقعد. اي باباه قال لك انت تقرا الخرطي، الا بغيت تقرا
اي راه نقول لك قرا الادب والناس يطيح يا ودي. روح روح شوي روح شوي البيتزا، روح شوي البيتزا. انا نقولها لك، وين شارك ادم الناس كلاعب بديل في 15 دقيقه فقط من المباراه، لكنه حصل على تقييم جيد 6.7 من 10 وفق موقع سوفا سكورد، يعني وبلغت دقه تمريراته 80%، ونفذ عرضيه واحده، ونفذ ادم الناس مراوغه واحده ناجحه في المباراه، وفقد الكرات في 3 مناسبات وارتكب مخالفه واحده، ولم يساهم الناس باي هدف من ثنائيه لفريق التي جرت وين جاءت في الدقيقه في عن طريق اللاعب فيكتور في الدقيقه 69 و86 من عمر المباراه، لكنه كان يعني السم القاتل في دفاع لايستر سيتي، ورفع كل الفريقين رصيدهما الى النقطه واحده في المركز الثاني والثالث، بينما يتصدر المجموعه الفريق ل يعني الفريق الاول برصيد 3 نقاط، وياتي رابعا سبارتاك موسكو بدون نقاط. وسجل الفريق لايستر سيتي هدف التقدم عن طريق بيريز في الدقيقة 9، ثم سجل لايستر سيتي الهدف الثاني عن طريق بارنيس في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 69 سجل الفريق نابولي الهدف تقليص الفرق عن طريق فيكتور في الدقيقة 69، ثم عاد وسجل الهدف التعادل برأسية في الدقيقة 86. يعني شفت انا واحد يبغي كان بدا اليوتيوب تاعو بارتيتا محرز، قال لهم ما مركاش، قال لهم لعب بصح ما مركاش. تقييم 6/7 انت عطيته له، تقييم 6/7 انت عطيته له. وبعد سالنا كيفاش وين نقولوا هذه وين احرز فيكتور هدفين في الشوط الثاني ليعدل نابولي مع مضيفه لايستر سيتي في المباراه المثيره بمجموع الثالث بالدور الاوروبي لكره القدم، وسقط رونجيس بطل اسكتلندا بهدفين لصفر امام ضيفه اولمبيك ليون في المجموعه الاولى بعد خساره المنافس المحلي سلتيك ب3-4 في ملعب ريال بيتيس في المجموعه السابعه. يعني نقولوا بلي وين جعلنا كيفاش بيريز وين منح التقدم يعني لايستر سيتي، وين عاز التفوق في هجمات مرتده في الدقيقه 64، حيث مرر بيريز كره الى كليشي الذي وضعها بين قدمي الحارس دافيد. وبعد 5 دقائق لاحقه قلص النيجيري الفرق عندما افلت من مراقبه وسدد من فوق الحارس شمايكل الذي خرج لملاقاته، وسيطر الإرهاق على لايستر وقفز عثمان من الجميع ليحول تمريرة ماتيو العرضية في شباك قبل 3 دقائق من النهاية، وأكمل لايستر المباراة بعشر لاعبين بعد طرد والبيرد في وقت محتسب في الدقيقة 93 على إنذيرين. يعني نقولوا باللي نقولوا بلي وين محر وين فانيك وين شاهدنا كيفاش وين اسلام سليماني وين سجل هدف، لكن احتسب لصالح المدافع، يعني المدافع جيمس بالخطا في مرماه ليفوز ليون بهدفين لصفر امام رونجيس. انا على بالك صورته تاع اسلام سليماني ولا لا وحده، والله انا تبان لي هذا الاتحاد الاوروبي لكره القدم والله لحق روح. هو تيراه اسلام سليماني تيراه نورمال، توشات اللعب اي ودي عوض ما توشات، حسبوه ذاك جيمس هذاك، ما بغاوش يعطوا الاسلام سليماني، هي قادر كانوا يعطوا الاسلام سليماني، كون ما كانش اسلام سليماني كانت غادي ما تدخلش. شكون اللي تيراه اسلام سليماني، قال لك الجوار ضربت فيه، كي ضربت فيه الغارديا مام الغارديا، شوف ضربت فيه كون نقولوا حنا الغارديا كان رايح منا والبوله جات منا، يعني اي فماك الكتانه تاع الشورت توشاته برك، الكتانه تاع الشورت برك توشاته. نعاود نولوا ادم الناس الخارق، ادم الناس اللي واحد ولا يضحك عليه لعب 4 ساعة جاب 6.7/10 المشوي، تسمع فينا؟
هذا تستهدر عليه هذاك.